السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والغناء العربي في العراق. رحب بكم أجمل ترحيب، وإحنا نستمر بفيديوهاتنا المخصصة. اليوم عندنا الغناء وطريقة تمرين الصوت، جدا مهمة لكم طريقة الصوت وتعلم الغناء. طبعا قبل ما أبدي، أنه هو عندنا 8 محاضرات شهريا تعلم العود والغناء، واحدة من عندنا طبعا دورات تأخذ 8 محاضرات بأجر بسيط إن شاء الله، وتقدرون تتصلوا عن طريق رقم الواتساب اللي موجود في أسفل الفيديو أو موجود أمامكم في الشاشة. عندنا هذا التمرين اللي أمامكم، هذا طبعا من سلسلة التمارين بالصوت اللي موجودة من ضمن الفيديوهات في قناتنا. نلاحظ أمامكم هذا التمرين رقم 1 اللي هو راح يصير عندنا طبعا، يصير عندنا دو دو صال صال. لازم تفتح صوتك، لازم تخلي في بالك انه تاخذ في البداية شهيق، وهو انت عندما تتمرن ويخرج الحرف من عندك من فمك راح هو الأكسجين يخرج. خلي في بالك انه تاخذ كمية من الأكسجين حتى تقدر تخلص السطر الأول. يصير دو دو صال 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 دو دو، تفتح صوتك وحنجرتك. هذه التمارين احنا عندنا قبلها تمارين مهمة جدا للصوت، لكن بتدرج، لكن احنا وصلنا الى مراحل بالصوت للتمارين. يعني اول ما واحد يتمرن غير ذن التمارين، يتمرن بدايات تحديد الطبقة الصوتية. يلا نقدر نبدو اياها. لاحظ دو دو صال 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 دو دو. السطر الثاني راح يصير عندك، نقدر نستخدم الصول هذا الجواب الأول بار نتركه حاليا للمبتدئين، نقدر ناخذه بعدين. راح يصير عندك دو دو صال صال دو دو، يعني نترك البار الأول لأن هذا صول الجواب السام. نرجع على التمرين، أول مرة نتمرن الصول فيها وبعدين نتمرن بالله. دو دو صال 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 دو 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 صال صال دو دو لا 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 لا. عندنا أيضا تمرين، نلاحظ هسه تمرين رقم 2، دو 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 صال 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 دو 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 دو. أيضا نذهب إلى السطر الثاني ونترك البار الأول اللي هو دو 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 صال 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 دو دو دو. تلاحظون النفس ما خلص عندي، ليش؟ لأنه أنا سحبت نفس وعلمناكم طريقة النفس الحقيقية والجيدة. نذهب من إيده لا 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 لا. نعم أصدقائي، يفضل أنه يكون عندكم آلة موسيقية على الأقل، أنه يكون عندكم فد بيانو أو أورغن بسيط حتى تقدرون تأخذون من عنده التون الحقيقي والصحيح. بالرغم ما اني بالدورات الموسيقيه انه انا راح اعلمكم كيف راح تكون عندك ملكه انه ما تحتاج اي آلة موسيقيه من خلال تمرين معين، وهذا سر ويفيدك مدى الحياه وراح تستفاد من عنده. اتمنى انه فدتكم بهذا التمرين، وانتظركم بالدورات الموسيقيه اونلاين اللي هي ان شاء الله باديه وموجوده، وتقدرون تتصلوا عن طريق الواتساب. تحياتي لكم، واتمنى تكونون صحة وسلامة وخير، وتنسون الدورات تشتركون بها واللايك والمشاركة، مشاركة الفيديو. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.